من بيروت وجه وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان رسائل إقليمية ودولية عدة، أبرزها الحديث عن قطع شوط جيد على حد قوله في المشاورات الإيرانية السعودية. عبد اللهيان أكد استعداد طهران العودة إلى مفاوضات فيينا كشرط التزام باقي الأطراف. وعن العلاقات مع بيروت أعرب عبد اللهيان عن دعم بلاده الكامل للبنان، وقال إن طهران مستعدة لبناء محطتين للطاقة، واحدة في بيروت وأخرى في الجنوب، إضافة إلى المساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت. فهل تحاول طهران استخدام لبنان كمنصة لتوصيل رسائل عدة إلى جهات مختلفة في المنطقة والعالم؟ وما هي نتائج هذه الزيارة إقليمياً؟ وما هي تأثيراتها على الداخل اللبناني؟ نرحب بضيفينا من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين، أهلا بك أستاذ علي. ومن طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويوران، أهلا بك دكتور حسين. أبدأ معك أستاذ علي، أولا كيف قرأت هذه الزيارة، المشاعر، موقف رئيس الجمهورية، وأيضا الزيارة والمواقف التي أطلقها رئيس الحكومة، إضافة إلى المواقف التي أطلقت من وزارة الخارجية اللبنانية؟ تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الزيارة تأتي يعني في ظرف مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومع أيضا تعيين وزير خارجية جديد في إيران. يعني هو شخصية كان في وزارة الخارجية وأقرب لما يمكن أن نسميه التيار المتشدد في إيران. هذه الزيارة أيضا تأتي في سياق ربما يجب يعني لها عدة أبعاد. البعد المتصل بأنه إيران لا شك أنها تعاني من عقوبات وحصار، وتستفيد من موقع لبنان كإطلالة على المستوى المنطقة وعلى القضايا والإشكاليات التي تواجهها على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي. هي أيضا تحاول أن تقول أن هذا البلد هو من الحواضر، اللي قبل أيام كان تحدث مسؤول إيراني بأنه أنشأنا أنه في 6 جيوش لإيران في المنطقة، وأحد وهو يطل على أحد جيوشها، جيوش إيران في المنطقة، وهو تحديد حزب الله. وكان واضحا عمل الاستقبال الذي حصل، كان حضور حزب الله هو الحضور الأساسي. أيضا هناك نقطة أساسية، أنه الكثير من اللبنانيين بدأوا يشعرون حتى من حلفاء الحزب بإحراج في العلاقة مع حزب الله، انطلاقا من هذا الإصرار على التأكيد على الارتباط المباشر بإيران. وبالتالي تأتي هذه الزيارة ربما أيضا لتدعم حزب الله ولتخفف من وطأة هذا الإحراج بشكل أو بآخر. أيضا هي بالتأكيد هذه الزيارة لها أبعاد استراتيجية على مستوى المشاريع التي أطل فيها على مسألة بناء مرفأ بيروت أو محطتي كهرباء. هذه من العناوين التي تحاول إيران تثبيت حضورها ونفوذها في لبنان على القاعدة المتمثلة بسيطرة الدويلة على الدولة. يعني هو يؤكد عبد اللهيان دعمه للبنان، ولكن دعمه لهذه الصيغة القائمة اليوم التي تفتقد فيها الدولة حضورها الفعلي والمؤثر، فيما يسيطر حزب الله بطبيعة الحال ويشكل القوة الفاعلة والأساسية. وهذا النموذج الذي يبدو إيران مصرة على استمراره في لبنان، ولا ليس هناك من مؤشرات أو دلالات تشير إلى محاولة لتغيير هذا الواقع، خاصة أن لبنان يدفع أثمان كبيرة على علي تعود كل معك إلى كل نتيجة نقطة على حدة. الموقف ربما الحذر لرئيس الوزراء، موقف رئيس الجمهورية والحديث أيضا عن العلاقات الإيرانية العربية، والموقف المتقدم من وزارة الخارجية. ولكن أستاذ دكتور حسين، أبدأ معك من نقطة لافتة. كانت دعت موسكو قبل يوم لدى زيارة وزير الخارجية، دعاه لافروف إلى بدء حوار مع دول الخليج العربي. لماذا جاء الرد من بيروت، ولماذا أعلن تحديدا بأن المفاوضات الإيرانية السعودية قطعت شوطا كبيرا؟ والكل يعلم بأن العاصمة اللبنانية ورئاسة الحكومة لها خصوصية في العلاقة مع الدول الخليجية تاريخيا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
يعني في تصوري أن ما طالبت به روسيا إيران من إقامة حوار هو بدأ قبل أن تطلب أساسا روسيا. هناك 4 جولات حوار، التسريبات تشير إلى أنها كانت خاصة في الدورة الأخيرة 4 إيجابية، ويمكن أن تفضي إلى تغيير في العلاقات بين البلدين. بالنهاية نحن أمام مشهد إقليمي مهم فيه انكفاء أمريكي بدأ من أفغانستان وسيستمر آخر السنة في العراق، وأمريكا ستنسحب من العراق. وفي هذا الإطار هناك فراغ تحاول الدول الإقليمية من خلال علاقات مباشرة وبناء معادلات جديدة سد هذه الثغرة وهذا الفراغ. زيارة السيد أمير عبد اللهيان إلى لبنان هو ليس لتوجيه رسالة إلى السعودية، لأن المباحثات جارية بشكل مباشر وليس هناك أساسا من حاجة لإرسال رسائل من خلال لبنان. لبنان هو إيران على علاقة مباشرة بالحكومة اللبنانية وببعض المكونات اللبنانية، وإيران وقفت إلى جانب لبنان في أزمتها الحالية. طهران عبر حزب الله على أداء هذه الحكومة وأشهر طويلة، حتى ذهبنا بعد تكليف سعد الحريري إلى تكليف نجيب ميقاتي وكل هذا الدور الكبير والعميق الإيراني. يعني هل هناك علاقة يعني استراتيجية بين إيران وحزب الله؟ طبيعي نعم، ولكن حزب الله هو لم ينزل بالباراشوت من قبل إيران، هو مكون لبناني أصيل وقف وقفة رجل أمام الاحتلال في حين أن الآخرين يعني لم يقوموا بواجبهم في تحرير هذا البلد، واستطاع أن يستحوذ على ثقة المجتمع اللبناني. بالنهاية حزب الله هو مكون شيعي، اسمح لي وفي أن كل أقرأ الانتخابات هو يحصل على أصوات من بيروت. الشيعة أستاذ علي، هل بهذه البساطة اليوم تتحرك طهران يعني ويتحرك حزب الله في الدور الحكومي وفي المواقف التي أطلقها وزير الخارجية يعني الإيراني؟ تفضل. أول شيء نقطة منهجية، يعني القول أنه حزب الله هو الذي حرر وأنه الآخرين قصروا، يعني هذه في يعني مجافاة للواقع والحقيقة. يجب أن ينتبه ضيفك الكريم إلى أن هذه المقاومة لما انطلقت وحررت 80% من أراضي محتلة، هذه كانت مقاومة متنوعة، ولكن جاءت سوريا وإيران وفرضوا حزب الله أن يكون المقاومة الوحيدة، ومنعوا كل التيارات الأخرى من أن تحمل سلاحا، وهذا معروف منذ بداية التسعينات، وهذا أمر تم بشكل بقرار استراتيجي وعسكري. أما القول أن الآخرين قصروا، فهذه الطريقة التي تحاول إيران أو يحاول المسؤولين في إيران وحزب الله الإيحاء، وكأن إنجاز المقاومة هو إنجاز إيراني، يعني مش إنجاز طيب. اللبنانيون هم ما فعلوا وحققوا ذلك، وبالتالي لا يمكن قصر الأمر على بهذا. أما السيطرة على الدولة اللبنانية يكفي أن تأتي الشاحنات يعني بالحد الأدنى، حتى ما أقول، لأنه في أمور كثيرة تشير إلى سيطرة حزب الله على الحكومة. الحكومة لم تشكل إلا بعد اتصال الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني، الصهاريج الإيرانية دخلت إلى لبنان، ويخرج رئيس حكومتنا ليقول أنه حزين ولا يستطيع أن يقول شيء من معابر غير شرعية. كل هذه التحكم اليوم يخرج إلى القضاء ويهدد القضاء مسؤول أمني في حزب الله، ويرتجف كل القضاء ويضطرون إلى استقباله. يعني مظاهر السطوة والنفوذ والسيطرة لا تتأتى من قوة حزب الله فحسب، إنما تتأتى من حزب الله قوة تابعة لإيران، وهو لا يقول حزب الله أنه قوة منفصلة عن إيران أو أن علاقته استراتيجية، بل يعتبر أن ولاءه الأساسي هو للولي الفقيه طيب. السيد علي أريد الخامنئي، منك العودة إلى وبالتالي الولاء للخامنئي يتفوق الرسائل إلى التي كل أطلقها رئيس الجمهورية مشرعون بعد لقائه وزير الخارجية والحذر من قبل رئيس الحكومة، كيف يمكن قراءة ذلك؟
أنا أعتقد في إحراج يشعر الحكومة اللبنانية اليوم، اللي أصلاً حزب الله هو الذي رعى تشكيل هذه الحكومة وهو الذي يديرها بطريقة، يدرك أيضاً أنه اليوم الذي يمكن أن يساعد لبنان، لبنان أول شيء أنه سيطرة حزب الله أدت إلى قطع علاقاته الخارجية مع عدة دول العربية ومع المجتمع الدولي، يعني أفقد لبنان حتى هويته التي كانت ميزة. بالتالي هذه هناك إحراج لدى المسؤولين اللبنانيين الذين يتوجهون إلى العالم بطلب المساعدات. التوجه للمجتمع العربي، ليس المطلوب أن يكون اللبنانيين ضد إيران حتى يساعدهم المجتمع العربي، المطلوب أن لا يكون لبنان منصة ضد المجتمع العربي، إذ لا يمكن أن تطالب المجتمع العربي على الدول العربية وبالتالي تطالبها بالمساعدة والعون وفي نفس الوقت لبنان يشكل منصة لتوجيه الشتائم ولتوجيه الصواريخ، وبالتالي حزب الله يفتخر بأنه يواجه، على سبيل المثال أنه يعني هذه الدول أو آل سعود وما إلى ذلك. كل ذلك كيف يمكن أن نتوقع كلبنانيين أن يتم مساعدتنا من قبل هذه الدول ويتم ذلك؟ وبالتالي هذه الرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مهما بلغوا في مراعاتهم لحزب الله ولدور حزب الله وانصياعهم لكثير من توجيهاته، لأنه يدركون أنه في حرج في هذا الأمر طالما أن حزب الله لا يشكل جاذبية لأي، حتى على المستوى الدولي يشكل مصدر لمساعدات، لا حتى روسيا. نعم. كما يقول يعني حزب الله أنه توجه شرقا، لا روسيا ولا الصين ولا حتى إيران، يعني اللي عرضت أن تبني مع ملايين، لكن هذا يبقى في إطار جانبي غير مؤثر في إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان على أكثر من صعيد، والمسألة السيادية هي محور كل هذه المشاكل. دكتور يوران، عندما يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نرحب بأي مساعدات تحت منطق الدولة، وقد دخلت أيضا دخل النفط الإيراني عبر حزب الله، ما يعني أيضا بأنها رسالة مباشرة ربما بأن تعدل طهران عن تكرار هذا الإحراج لبيروت، كيف يمكن أن يكون هذا التحول بعد هذه الزيارة وهذه المواقف والحديث عن مساعدات وبناء محطات توليد طاقة؟ يعني أولا من اشترى النفط هو تجار إيران لبنانيين، وإيران يعني تعاملت بشكل تجاري مع مجموعة دعمتها حزب الله وجاءوا بالوقود إلى لبنان. لبنان هو كان بأمس الحاجة للوقود ووصل الوقود، ولكن في تصوري أن الكثير من الدول النفطية العربية التي يتكلم عنها الأستاذ علي هي لم تقم حتى بمساعدة لبنان بلتر واحد من البنزين، ورغم ذلك هناك تبرير لكل هذا التقاعس في دعم الحكومة اللبنانية. هناك مشكلة أنا أتصور في فهم الواقع اللبناني، يعني فرنسا عندما حارب شارل ديغول وبعد الحرب العالمية الثانية الناس كرموا هؤلاء الأبطال وأسقطوا النظام المنتخب في فرنسا، في حين أن في لبنان رغم أن القوات اللبنانية والكتائب والكثير من الأحزاب تعاملت مع المحتل ووصلت إلى الحكم من خلاله، ورغم ذلك يعني هناك حملة واسعة على المقاومين في لبنان الذين استطاعوا أن يدفعوا المحتل إلى الانسحاب من هذا البلد. من هنا أتصور أن وجهة النظر مهمة من أي زاوية ينظر الإنسان إلى هذا الموضوع. إيران الآن أرسلت الوقود من خلال تجار اللبنانيين إلى كل لبنان، كان هذا هو الشرط الإيراني. قبل أن ينتهي وقتي دكتور حسين، تبقى لنا فقط 5 دقائق في هذا الحوار. أستاذ علي، الرسائل الدولية، العودة إلى مفاوضات أيضا النووية في فيينا، كيف يمكن اليوم أن تكون بيروت ربما على خط العودة إلى الأسرة الدولية أو المساعدات الدولية مع كل هذه الأزمة، الانهيار الاقتصادي والتضخم الحاصل، وبأن ينظر المجتمع الدولي ربما برأفة إلى ما يحصل في بيروت من هذه المواقف والورطة ربما قد تقع بها العاصمة اللبنانية والحكومة الجديدة؟ يعني أولا بسرعة، كلنا يذكر مشهد عام 2000، وإذا عدنا للتاريخ ولم يراها، كل اللبنانيين كرموا المقاومة من ضمنهم حزب الله، لكن مشكلة اللبنانيين أنه حزب الله يريد أن يتسلط عليهم، ليست المشكلة أنهم
قاوموا هذه المشكلة. خلينا ما نميز أنه أنت قاومت ما بيعني ذلك أنك يعني تريد أن تسيطر وتتحكم بكل شيء، هذا شيء وهذا شيء آخر. أما على المستوى الدول الرسائل الدولية، أنا أعتقد أنه في نقطتين اليوم يجب أن ننتبه لهم. في موقف حزب الله الذي أعلن عبر الشيخ نعيم قاسم قبوله أو موافقته على الحوار أو المفاوضات مع صندوق النقد، وأنا أعتقد هذه رسالة إيرانية. النقطة الأهم الغموض الجاري اليوم على مستوى ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اللي هي المفارقة أنه حزب الله ساكت تماما على رغم النقاط السلبية التي أشار أكثر من باحث فيما يتصل بالمفاوضات التي تجري. يعني صمت حزب الله والصمت الإيراني على موضوع ملف الحدود مع إسرائيل يشير على أن هناك مقايضات ما، أو إيران تحاول أن توجه رسائل ما تكسب منها، تعطي في لبنان وتكسب في مواقع أخرى. عندما نذهب دكتور أوران أيضا في قراءة ربما لهذه الزيارة والمرتبطة بالأعباء التي تواجهها الحكومة اللبنانية، يدرك جيدا وزير الخارجية الإيراني بالورطة ربما أو استخدام ورقة اللبنانية على غرار الورقة السورية في أي مفاوضات مع المجتمع الدولي مرتبطة بالاتفاق أيضا، وكيف يمكن تلبية المطالب الدولية في الملف اللبناني الداخلي؟ يعني الحوار الإيراني مع مجموعة 5+1 في فيينا هو محكوم بسقف محدد، وهو العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأساسا إيران ترفض إقحام أي موضوع، يعني إيران تقول الاتفاق العودة للاتفاق من دون زيادة أو نقصان. من هنا إيران أساسا هي ترفض إقحام أي موضوع، سواء كان الصواريخ الإيرانية أو كان يعني الورقة كما تسميها اللبنانية أو السورية. لا إيران أساسا ترفض أي حوار مع أمريكا في كل هذه المجالات، وتقول أن الحوار فقط مؤطر بالاتفاق والعودة إليه من دون زيادة أو نقصان. أشكركما جزيل الشكر من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران في هذا الحوار، ومن بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين.